فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر لي أحد طلبة العلم أن الإنسان إذا ضحك في الصلاة وجب عليه إعادة الوضوء ثم يعيد الصلاة، وذكر دليلا عليه، فأرجو التوضيح. هذا كلام الحنفية، عندهم أن القهقهة تبطل الوضوء. الحنفية عندهم أنه إذا قهقه بالضحك يبطل الوضوء، في حديث لهذا المعنى، لكنه الحديث فيه مقال عند الجمهور. وأما أنها تبطل الصلاة، نعم تبطل بالقهقهة، أما إذا تبسم أو ضحك ضحكا خفيفا فلا تبطل الصلاة، إلا إذا قهقه، لأن القهقهة كلام، حروف تظهر. نعم، في فرق بين الوضوء وبين الصلاة. الصلاة تبطل بالقهقهة، أما الوضوء فيبطل بالقهقهة عند الحنفية، أما الجمهور يقولون لا، ما يبطل الوضوء. نعم.